قال مايكل وارن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أن إسرائيل تتفاوض مع الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق يتم بموجبه السماح بمواصلة بناء بعض المستوطنات الجاري العمل فيها. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أبلغ المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل بأن حكومته لا تملك السلطة القانونية لوقف المستوطنات التي حصلت على ترخيص مسبق أو هدم البيوت التي تم شراؤها. ورفض نتنياهو طلب أوباما التجميد الكامل لكل المستوطنات في الضفة الغربية.